السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد. معكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. اليوم عندنا قصيدة تو ميوزك تو لارك. بالبداية عندنا تعريف اللارك is a fairly short poem، وهي قصيدة قصيرة consisting of utterance، تتألف من لفظ by single speaker، يعني المتكلم هو شخص واحد، هو expresses والذي يعبر عن state of mind، حالة، يعبر عن حالة يعني mind، ما في باله أو ما في عقله، or a process of perception thought and feelings، وعن الشعور. The lyric utterance is a first person speaker. إذن يعني هو اللارك، هي يعني اللارك هي نوع من القصائد، القصائد الغنائية تسمى. المتكلم بها first person speaker، هو واحد، وتعبر عن ما يوجد في بال الشخص. إذن هذه هي القصيدة. لازم نعرف الكاتب، عنوان القصيدة مهم، music أو to music، هي to يعني أو music نفس الشيء، ما فرق. الشاعر جدا مهم، لازم نعرف الشاعر الكاتب هم منو. General meaning، المعنى العام، music when soft voices death poem written. It is a death poem written، وهي قصيدة عن الموت، by هذا الشاعر، by Shelley. This poem is most likely about loved one's death. هذا يعني هذه القصيدة هي ربما عن يعني موت، شو حب أحد الأشخاص، يعني حب موت أحد الأصدقاء أو أحد الأشخاص، سوري، حب موت أحد الأصدقاء. It is about love، هي عن الحب وعن الموت at the same time. إذن هي عن الحب وعن الموت في نفس الوقت. طبعا بالمناسبة هذا نقدر نسميه تناقض، بين أنه أكو حب وأكو يعني موت، وأنا كنت تشابه بيناتهم، هذا تناقض. هذا المعنى العام. ال detail meaning، this poem is a poem made up of two stanzas. إذن هي تتكون من stanzas with four lines in each rhyme scheme. إذن ال rhyme scheme مالتها A A P B B، هذه حفرة أيضا. Even though the first rhyme، بالرغم من ذلك، القافية الأولى للقصيدة perfect، يعني تامة. Music lives on our memories، الموسيقى تعيش على ذكرياتنا، after it has ceased to play، when the sweet violets decay and die، يعني عندما when مثل ما تشوف، يعني عندما الأزهار يعني شلون تذبل وتموت، their pleasant scents lives، تستمر حياتها إلى الأبد، because we can recall it، لأننا نستطيع مناداتها. When the rose dies، عندما تموت الأزهار، its leaves are used، تبقى أوراقها مستخدمة، to adorn the bed of a loved one، يعني حتى يزخرف أو حتى يحلي فراش الشخص المحبوب. And when once beloved is absent، وعندما يكون الشخص المحبوب أو الحبيب غائب، love can on the top of thoughts، سيكون الحب في أعلى الأفكار، أو recollections of love، أو ربما يتذكر الحب. يعني عندك كلمة recollections of love، تذكرة للحب. In other words، في كلمات أخرى أو في معنى آخر، we can lie on the bed and remember the time of our loved، نستطيع أن يعني نكذب على الفراش، and remember، ونتذكر الأوقات، أوقات الحب. The poem moves through four distinct moments. يعني
تتحرك القصيدة أو يعني تمضي القصيدة من 4 لحظات مهمة، from music من الموسيقى إلى السميل إلى السمبلزم، يعني إلى الرائحة أو الفوح. السميل symbolism of love يشير للحب، and notion of thought personality morality. إذن هذه هي كلها الأشياء اللي تتكلم عنها القصيدة، when love its life shall stamp her on it. هذا هو البيت هنا، هو هذا طبعا الشيء المهم عندنا. يعني first stanza the poet expresses، هذا الشيء المهم، يعني الستانزا الأولى والستانزا الثانية عن شنو يتحدث الشاعر. يعني لما الأستاذ يقول أريد توضيح، هيش راح تقول له انت first stanza the poet expresses، يعبر الشاعر that we hear music، بأننا نسمع الموسيقى. The notes of sweet music reminds lingering of for a long time، يعني يذكرنا ذكر هذا الموسيقى الجميل ويستمر لوقت طويل. even حتى وإن when the music، عندما الموسيقى turn off، حتى عندما تتوقف الموسيقى تبقى الموسيقى في أسماعنا. in a romantic poetry، في هذا النوع من الشعر، شعر الرومانتيك. any reference to music، it is reference to poetry itself. في الشعر الرومانسي، هذا الشعر الرومانتيك راح تأخذونه بالمرحلة الثالثة، كل شيء يعني بموسيقى هو هذا يعني معناه الشعر. إذن الموسيقى عبارة عن شعر. The poet wants to say، يريد الشاعر أن يقول، the poetry similar to music، الموسيقى هي شيء مشابه للشعر، أو الشعر هو عبارة عن موسيقى. فهنا هذا موضوع اسمه يعني الميتافور، اللي هو هنا عندنا المجازية، هنا عندنا ميتافور. الميتافور هو شنو ما قلنا قبل، احنا انه انت تستخدم شيء تشير به الى شيء اخر، هذه اولا. وكذلك الفايولنس اند روزز كونتينيو افكت اون اور مايند، وكذلك تستمر الازهار تؤثر على ادماغنا. سيج ذات هاز ذا لافت ريمينز، مو مهم هذا الكلام. عندنا سكند ستانزا، ذا فيرست ستانزا ديلز وذ ذا لاف، تتعامل الستانزا الاولى مع الحب، وهذه الستانزا talks about the death، تتحدث عن الموت. everything is temporary، كل شيء في الحياة هو temporary، مؤقت، يعني temporary معناها مؤقت أو وقتي. in the world، في العالم. but love is feeling، is feeling، is a feeling which goes on، ولكن الحب هو الشعور الذي يستمر with all human beings، الذي يستمر مع كل الكائنات الحية، till death، حتى الموت. Shelley states، يعبر الشاعر شلي، that we put roses on the beloved person's bed and think about them when they are gone. ويعني يعبر هنا عن يعني عن الفراش الشخص، يعني يعني شلون الشخص يعني احتضاره ويفكر عنهم، ويفكر عن يعني بخصوصهم. when they are gone، عندما هم يموتون. love continues، يستمر الحب، even حتى if a person we love passed away، حتى وان مات الشخص سوف يستمر الحب. هذا هنا عندنا contrast، تناقض. الثيم مال القصيدة هو، أو البوت intention، معنى الشاعر هنا، the poem is enters the memories of event، يستذكر هنا الشاعر ذكريات of events، لأحداث، and of sensation، ولمشاعر أو حاسيس. the poet also uses many descriptive images، يستخدم هنا الشاعر أيضا بعض الصور اللي هي soft voice die، هذه هي صورة، يعني بعض الصور المهمة اللي هي الأستريشن، هي نفسها صورة. This poem is a typical lyric poem because، هنا يقول لك هي lyric poem. Why؟ شنو السبب؟ راح تقول because it involves، لأنها تتضمن all characteristics of a lyric poetry، لأنها تتضمن كل خصائص الشعر الغنائي.
It is a short, هي قصيرة، 8 أبيات. It is utterance by a single speaker، وهي أيضا عبارة عن شخص متكلم واحد. وفانيلي the speaker expresses his own perceptions thought، ويعبر عن عن يعني ما في داخله من أفكار ومن مشاعر. هذا هو خاصية أو خصائص الشعر الغنائي. ممكن يجيك سؤال يقول لك how is the okay، يعني يقول لك the two poem، قصيدة توم is a lyric poem، هي قصيدة يعني غنائية. Explain أو discuss، وناقش ذلك. أنت راح تقول له yes، هي قصيدة غنائية، وتذكر له هذا الكلام كله. زين، أو ممكن يقول لك ما هي خصائص القصيدة الغنائية، أيضا تذكر له هذا الكلام. ممكن يقول لك ما هي الخصائص التي وجدتها في هذه القصيدة لكي تعبر لكي تعتبرها هي قصيدة غنائية، أيضا راح تذكر له هذا الكلام. إذا هذا الكلام بالأخير مهم، ممكن يجي فراغات وممكن يجي صح وخطأ. هذا كل ما يوجد إن شاء الله درسنا لهذا اليوم. أتمنى يا رب افتهمتوا واستوعبتوا هذا الدرس. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.